تصوره. ما تنسوا لايك وسبسكرايب وشير مع اصحابكم. واو برافو. مرحبا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ يا رب الجميع بصحه وسعاده. احكي لهم حاجه اليوم. استني بس شوي. لا انا هحكي. لا انا اللي بدي احكي. لا انا. اوكي، ليه نحن عم نحضر الشنط؟ عشان نروح على مصر. هيك على طول؟ اوكي، ميرا خبرتكم تقريبا ملخص كبير من الموضوع اللي انا بدي احكيه. انا وميرا ومين كمان؟ ولارا ولونا وبابا هنروح على مصر. انا واحمد والبنوتات رايحين على مصر. وامتى؟ لازم ننام هيك ونروح على الطياره. ننام ونروح على الطياره بالضبط. بكره مسافرين. احنا هون. احنا هون بالطياره بمصر، صحيح. طيب ماما، ممكن هلا انا احكي شوي؟ شوية هدوء؟ استني انسيت حاجة. لا انا بدي احكي هلقيت، خلص استني شوي انتي. في شغلة حابة اخبركم اياها قبل ما ابدا هذا الفيديو. إذا كنتم متابعينا من الأول على القناة بتعرفوا إنه الفترة اللي فاتت كانت فترة جدا صعبة. يعني أنا حاولت على قدر الإمكان إنه أشوف طرق كتير، أماكن كتير، شيء يزبط معي ما كان يزبط، كل الأبواب كانت مسكرة. بس الحمد لله مثل ما بيحكوا كل تأخيرة فيها خيرة. عشان نروح على مصر. اوكي، بكرة مسافرين ان شاء الله طيارتنا على مصر. هناك رح نشوف اهلي. ميرا اول مرة رح تشوف تيتا وسيدو من بعد 7 سنين. انا طلعت لحالي ومن بعد هيك رجعوا معي 3 بنوتات. خليكم على القناة، ما تنسوا إذا مو مشتركين بالقناة تضغطوا على الزر الأحمر وكمان تفعلوا جرس الإشعارات حتى تشوفوا بإذن الله بعد الفيديو. هذا حيكون فيديو لقائي بأهلي، ف ما بعرف كيف الإحساس. خايفة ومتوترة ومبسوطة وتعبانة. صحيح أنا قصدي التعب. لازم أشكركم على كل حدا تحمل لي بالسلامة بخصوص آخر مرة، سواء على الانستغرام او على اليوتيوب. لانه الاسبوع الماضي ماما شوي، لانه الاسبوع الماضي كنت بالمشفى، يعني شوية تعب وانفجر مرة واحدة. بس الحمد لله انا لقيت كتير منيحة، واكيد خبر اني اشوف الاهل شيء كتير بيرفع المعنويات وشيء بعدل النفسية. حتى ما اطول عليكم، اليوم الفيديو تحضيراتي انا وميرا. خوفتيني. تحضيراتي انا وميرا لشنات السفر. بالصدفه وانا عم احضر الشنات لقيت كذا تعليق عم يحكوا لي عبي اذا انت مسافره ومشان هيك غايبه فما تنسي تشاركينا بتحضير الشنط، وخصوصا اذا كان معك اطفال. بتصور هذا الفيديو رح يفيدكم. الموضوع صراحه مش سهل وبياخذ وقت ومتعب، بس خلينا نشوف مع بعض بسرعه. يلا 1 2 3. هذا الاغراض اللي بنروح على فيها على مصر. ممكن نروح على جنب شوي؟ اوكي، بدي احكي لكم بس عشان اعرف احكي. اوكي، اليوم ميرا اصرت تطلع معي بالفيديو. اول شيء بخصوص الاطفال، اهم شيء شوفوا، هي هاي الشنطه. بالشنطة هاي هتشوفوا هون كريمات هاي لالتهاب الحفوض، او كمان الفطريات اللي ممكن تطلع على الجسم مع التعرق، وخصوصا انتم طالعين سياحة ممكن تقضوا نهار كامل برا، فضروري يكون معكم هاي الكريمات. مراهم بتيجي من الصيدلية. وبعد هيك في عنا، بما انه الفترة هاي فترة مرض، اكيد ادوية للانفلونزا او التهاب الحلق، سواء للكبار او للصغار. الكبار في عندهم حبوب، والصغار كمان في عندهم مثل شو بيسموه، مثل ملبس بيظبط الحلق. وكمان دواء لي بخصوص اخر مره دخلت المشفى، مسكن. وكمان في عندكم هاي الشغله كثير مهمه، هاي القطعه سالتوني حتى عليها على الانستغرام. هاي بتنظفوا فيها انف الطفل حتى يتنفس احسن، وخصوصا بفتره الشتاء كثير الطفل بيكون عنده هاي المشكله، فما بيعود يعرف ينام منيح وبغلب امه كثير. طيب الشغلة اللي بعدها ضرورية، بما انه لونا لساتها عمرها اشهر فلازم يكون معي فيتامين د. وكمان في عندي هون مثل نازل سبراي. هذا يا صبايا النازل سبراي بيجي مثل غترات بتنحط بالانف لحتى وقت اللي تطلعوا على الطيارة تتفادوا انه ضغط الجو يأثر على سمع الاطفال او يصيروا يبكوا بسببه. فضروري يا تعطوهم هاي النقاط تشتروها من الصيدلية. وفي حل تاني انه اذا كان الطفل رضيع
يعني عم يرضى، فيك تعطيه ببرونا وقت الاقلاع او وقت ما تنزل الطياره. كمان في ميزان حراره بس ما بعرف وين حطيته بالشنطه. وكمان لازم يكون عندكم كمان ادويه بتخص الامساك او حتى وجع الاسنان، هاي الشغلات كلها لانه لازم تنحفظ بالثلاجه. فان شاء الله اول ما اوصل هناك رح اشتريهم من الصيدليه. الشغله الثانيه بخصوص الشنطه اللي بتطلعها على الطياره، الاغراض اللي بتطلع على الطياره اهم شيء اذا كان معك طفل صغير يكون معك وايبس رح يلزمك سواء بتغيير الحفوض او حتى اذا بهدل حاله هو عم ياكل ضروري يكون معك وايبس. الشغله الثانيه كمان لازم يكون عندي بامبرز، والشغله اللي بعدها هي بخصوص المي، بما انه معي 3 اطفال فضروري يكون معي مي. ولكن ليش اخترت المي هاي؟ هاي المي بتيجي مخصوص للاطفال ومسموح انها تطلع على الطياره، اشتريتها من محلات اللي بتبيع اكل الاطفال. هاي مجرد ما يشوفوها بالمطارات بفوتوها على طول، هاي للكبار والثانيه بتكون للاطفال بدون اي طعم. والشغله اللي بعدها لازم يكون معي غيار واحد لكل وحده من بنوتاتي، فاذا وسخوا حالهم ضروري يكون معي غيار ثاني بس غيار واحد. وكمان لازم يكون معكم مثل تيرموس ليحفظ المي الساخنه عشان تحضروا ببرونة للطفل على الطياره. والشغله الثانيه حليب صناعي رح يلزمك للرضاعه، لانه يمكن بالطيارة ابدا ما تاخذي راحتك في قصة الرضاعة الطبيعية، وكمان ببرونة نظيفة. هذا كل شيء تقريبا انا باخذه على الطيارة فوق، طبعا غير الشنطة الخاصة الصغيرة اللي بيكون فيها الاوراق الرسمية مثل الباسبورات، اذا في اقامات، اذا في تأمين صحي، وهي كل الاوراق الرسمية بتكون بشنطة لحالها. هاي الشنطاية اللي رح اخذها معي على الطيارة، مش حاطة فيها غير تقريبا اكسسواراتي وساعتي وبرفيوم صغير اخذته معي لحتى، لانه انتم عارفين انه وقت تطلعوا على الطياره اذا معكم بيرفيوم بياخذوه منكم بيكبوه، فاخذت واحد احتياط صغير. الشغله الثانيه كمان لازم يكون معي بطاريه لاشحان الموبايل، ميرا حاطه فيها مناكير ما بنفع يعني رح يكبوه. اما بالنسبه للشنطه هاي رح تكون ضمن الشنط الكبيره، حاطين فيها نحن هون اغراض الحلاقه تبع احمد والجلد تبع الشعر، كمان فيها فرش الاسنان الخاصه فينا كلنا كل العيله، وفي احمد كمان حاطط المعطر تبعه، معجون الاسنان. هاي الشنطه خاصه باحمد على الاغلب، يا دوب فيها فرشه الاسنان تبعي. بهاي الشنطه حطيت كل اغراض الميك اب تبعي، وكمان الكريم اللي انا بستخدمه سواء بالنهار او حتى بالمساء. وبهاي الشنطه الصغيره موجود كل الاغراض اللي رح تلزمني للعنايه بالاطفال، سواء قصافه للاظافر الصغيره، كمان فيها مبرد لإلي، فيها كريم ترطيب للاطفال سواء ترطيب للشعر او حتى للجسم. وبالشنطه هاي الشفافه هو المفروض شويه اغراض لتنظيف البشره، بس حطيتهم بهاي العلبه البلاستيك مثل شنطه بلاستيك لحتى اضمن بحال صار اي شيء بهاي الاغراض انه ما ينكب على باقي الملابس والاغراض. جبت هذا الغسول بيجي من نيتروجينا، هو مقشر وغسول مع بعض حتى ما اخذ كذا شغله. وكمان هذا من جارنيه زيت او سيروم للشعر بزيت الافوكادو والشيا وزيت الزيتون، بستخدمه لشعر بنوتاتي ولشعري من بعد الحمام. اوبس. وكمان في هون مزيل الميك اب، كمان شريته جديد لحتى كمان اضمن انه يكون مسكر. اخذت معي بس شنطتين صغار لانه اغلب الطلعات رح تكون لحالي، فمحتاجه شنطه صغيره ايا كان حتى احط فيها بس موبايلي او اذا في مبلغ صغير بس مو اكثر. كمان اخذت هاد القطن الصغير اللي بستخدمه لحتى مسح الميك اب من على وجهي، او حتى اذا عامله ماسك او شيء بمسح فيه بهاد القطن. وكمان ما تنسوا تاخذوا معاكم اغراض الصلاه مثل المصليه وطوب الصلاه، لانه بكثير من سفراتي نسيتهم واضطريت اشتري بالمكان اللي انا رحت عليه، فاذا كان بلد عربي على طول بتلاقوا، بس اذا باوروبا رح يكون وضعكم كثير صعب، رح تضطري تشتري تنوره او جاكيت وتظبطي حالك. بالنسبه للشغلات اللي ضايله هون هي ملابس اكيد ما رح نمسكها قطعه قطعه، اخذت تقريبا لا البيت كل واحد فينا بس بجنطتين، وملابس الطلعه حوالي مثلا بنطلونين جينز، بنطلون قماش، على كام تي شيرت. وكمان اخذت هون لإلي طبعا اجرابات، إلي انا واحمد اجرابات كثير، وكمان حجاباتي لازم تكون معي، اخذت حجابات قديمه وكمان استوليت على حجابات جديده من مشروعي اللي انا وعدتكم انه ارجع افتحه وانشغلت عن جد، انشغلت اللي بتتابعوني بتعرفوا قديش انشغلت الفتره هاي. اخذت حجابين بالالوان هاي اللي بيجي على بيج رمادي واللون اللي بسموه كرميدي او جملي ما بعرف شو هذا اللون اسمه، لانهم كثير بيلبقوا على الملابس بشكل عام. بني لونه بني.
بيجامتين لكل حدا، وكمان ملابس لطلع. انا اغلب الملابس اللي انا اخذتها هي مثل هيك. اخذت بليزرات لانه عندي عشاق للبليزرات، بكذا لون اخذت. وسامحوني لسه الشنطه حتى انا مو مرتباها من جوا، حاطه كل الاغراض اللي راح تلزمني بس لسه محتاجه توضيب. كمان في عندكم هون شويه اكسسوارات، سواء نظارات شمسيه او حتى للبنوتات مثل ربطات شعر. اخذت سير، اخذت كمان بندات للشعر، كمان اخذت مكوات الشعر هي هون، وهذا كل شيء. نسكر. وهلا دور ميرا، تفضلي. هاي شنطه ميرا ولارا ولونا. اوكي، اول شيء طبعا اجربات على شبحات اغراض. اوكي سكتت. اوكي، هذا الاغراض تبعتي للونا. ايش هذا المكياج اللي حطيتيهم؟ هذا مو مكياج، رح احكي لهم شو في هون. اول شيء اخذت للونا مثل هيك شيء، مثل سيريلاك بكذا طعم، لانه مع الطلعات الخارجيه صعب انك تاخذي اكل انت عاملاه بالبيت، ممكن يخرب وما بعرف درجه الحراره هناك. فاخذت احتياط كذا طعم وكذا طبعا. واحد الشغلة الثانية اخذت هاي لحتى انظف فيها الببرونات بشكل يومي. وداري هدول. شو هذا طيب؟ هذا عشان انا بحب هذا يومي يومي. هذا الشيء رح اخذ منه كمان على الطيارة اول ما نطلع. هذا انا ماخذة منه كمية من ماركة هيب. هاي مثل فواكه مهروسة كثير حلوة وقت الازمة، سواء اذا طالعين بالتاكسي بتعطوها للطفل، او اذا كنتم على الطيارة، اذا كنتم بالمطار مستعجلة وبدك تعطيها للطفل بسرعة، بيكون معها هاي المعلقة. بتفتكوا هاي وبتشبكوا المعلقة فيها وبتبلشوا تعطوا للطفل بهذا الشكل، جدا سريعة. واعطوا اول ما تخلص بتزتوها على جنب وخلاص. هذا كل شيء. بالنسبة لأكل الأطفال اللي لسه عم تسألوني عليه، أنا عملت الفيديو الخاص بأكل الأطفال من بداية عمر 4 شهور، فإذا ما شفتوه فيكم ترجعوا القناة وتشوفوه. كمان كان لازم أحطهم بالشنطة هاي مشان لو انفتح واحد فيهم ما يبوظ لي الأغراض بالشنطة. شنطة لإلي عشان أحط فيها ألعاب، ما في أصلا. حطيتيها؟ أشهر. بهاي الشنطة اللي راح تطلع فيها على الطيارة راح تحط فيها شوية ألعاب. وهيك بنفتحه، ندوسونا تحت بعدين. تمام. شو حاطه فيها هون؟ اوكي، رح نحط فيها هاي مثل الوان والعاب مشان يتسلوا فيها على الطياره. وطبعا هون انا ماخذه شويه من البامبرز، ما اخذت كثير صراحه معي لانه ما في داعي. اول ما بوصل ان شاء الله هناك ثاني يوم بروح على صيدليه وبشتري اي نوع بامبرز من اللي انا بستخدمه للونا. ونفس الشيء كمان بالنسبه للحليب، كمان اخذت علبه واحده لانه كثير رح يلزمني حليب صناعي الفتره الجايه، فاخذت علبه واحده وهناك بشتري اذا نقص علي. هذا الاغراض عشان اروح عند تيتا وسيدو. والجاكيت المهم. ايش هذا الكريم؟ هذا واقي شمس للاطفال. والشغله الثانيه كريم ترطيب. وهذا ما فينا نروح البحر عشان كتير سقعة هون. صح، كتير سقعة هناك. اوكي، وهون في طبعا بعد كل حمام للبنات لازم انظف ودانهم بهاي شو بسموها؟ نكشات الودان، هيك شيء، ضروري يكون معي كمية منهم. تفضلي ميرا كملي. إذا رحتوا على البحر و أنت توصيتوا سبعة ما فيكوا تاخذوا النهار. حد فهم شيء؟ ولو بدي اجي بسرعة وهي صغيرة ماما كانت على البحر. بدي اجيب لكم صورة لإلي وأنا صغيرة. اوكي خلينا نكمل على ما هي تجيب الصورة. هذا إذا بنفع أعرضها أصلاً بورج فيها. كمان جبت واحدة وايف حضلها معي مشان لو اللي معي على طيارة خلصت، لأنه تقريباً حنضل 4 ساعات بالمطار، فبكون عندي واحدة أول ما أوصل. وكمان أخذت هاي مثل ببرونة المي مشان لونا كمان. وفي شوية أغراض مو لإلي، ما بعطيهم لناس عن طريقي. وبس هذا كل شيء. هون طبعاً في ملابس للأطفال. في صورة. لحظة. طب لحظة استني شوي تفضحيناش. استني يا نهار أبيض. استني هيكو على شغلة قبل الصور. استني ميرا. بالنسبة لملابس الأطفال أخذت لكل واحد فيهم بس غيرين للبيت، يعني بجنتين للبيت، وكمان ملابس داخلية سواء جربات أو حتى كيلونات.
كمان اخذت لهم ملابس لطلعه كمان بس صغيرين، وجواكيت وطواقي شتويه. يمكن اصعب شيء بتحضير شنطه المره هاي، بانه بالعاده باوروبا اغلب سفراتنا البيوت مكيفه، ما بسواني مكيفه وبتكون دافيه، اما بمصر حكون البيوت جواها بارد. ف يعني لاول مره بشتري ملابس شتويه للبيت، فكان الموضوع صعب، اضطريت اشتري من اول وجديد. هاي صورتي مع بابا وماما واخواتي على البحر، صورة كتير قديمة. هاي ماما، شوفوا هاي الصورة. اشوف تيتا. ومين هادي؟ مين هاي؟ مين هذا البيبي؟ بيشبه بنوتاتي او لا؟ احكيلي شو رأيك؟ شو يعني؟ يعني حلو. وبهيك بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك، وكمان إذا ما كنتم مشتركين بالقناة فضروري تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات لحتى تشوفوا الفيديو الجاي، بتصور إنه رح يكون أحلى فيديو على قناتي ورح يكون الأقرب لقلبي أنا متأكدة. كان نفسي يكون الفيديو هذا أرتب أنظم من هيك، بس عن جد ما عندي وقت أبدا، السفرة صارت بسرعة. وإن شاء الله يا رب خير، دعواتكم، وإن شاء الله يا رب نوصل بالسلامة. هذا الفيديو أكيد أكيد لما تشوفوه رح يكون خلاص وصلت، أو يمكن على الطيارة ما بعرف. المهم صار لازم هلقيت أوضب الشنط وكمان أرتب أمور البيت تبعي، وأمنتج لكم هذا الفيديو سريع سريع وانزلكم اياه ان شاء الله بكره وانا بالمطار، او يمكن لما اوصل المطار هناك ما بعرف اي وقت. المهم وقت اللي تشوفوه راح اكون انا هناك، فدعواتكم. وكمان اذا كنتوا من سكان مصر فما تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتات شو احلى اماكن بتنصحوني ازورها، وشو افضل المطاعم، شو الاماكن الحلوه. كمان مو بس اذا كنتوا من سكان مصر، اذا كنتوا رحتوا من قبل على مصر، صراحه هي اول مره لإلي تروحوا على مصر، فما تنسوا تكتبوا تحت بالكومنتات. على فكره في شغله يمكن ما بتعرفوها عني، انه انا مصريه الاصل بس عايشه بفلسطين. خليني اخبركم الادق، انه بابا مصري بس انا مولوده بفلسطين وما اخذت الجنسيه المصريه، لانه وقت اللي بابا بلش الاجراءات هاي انا كنت خلاص رح اتزوج، فما كثير ساعدت بالموضوع. وبس ف جنسيه بابا المصريه كثير فادتنا، انه انزل على مصر وشوفهم بشكل اسهل من السفرات الثانيه. وهذا كان كل شيء بخصوص هذا الفيديو وكل الاخبار اللي عندي، فبس حاب اخبركم استنوا الفيديو الجاي. وهلقيتها لازم اتمنى لكم يوم سعيد واخبار حلوه، وبس ما في شيء ثاني غير انه انا عن جد محتاجه اني ارتاح لحتى استوعب النهار بكره كيف راح يكون. باي باي، تصبحوا على خير.